السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد العزيز حسن. نقدر نتكلم عن فريقة الحذف بتاعت الرومز. كان حاسين حد درس اللي فات حد ما عملنا ماي رومز وحطينا الزوايا بتاعت المسح، طب ازاي هنمسحهم بقى؟ ده اللي هنتكلم عنه. بسم الله، نروح على ماي رومز. مش محتاجين الاد دلوقتي خالص، مش محتاجين اد، مش محتاجين كلوز، مش محتاجين ده خالص. طيب كل احنا محتاجينه اللي هو ماي رومز. قوله هنا كليك ديليت. وهمرر مع الديليت روم هنا، همرر اللي هو الروم اي دي، اللي هو رقم الغرفه اللي انا عايز امسحها. تمام، فانا هاجي هنا بقول له هدي كده كوبي، وان هي برضه مسك جيت اسم الفانكشن ايه؟ اسم الفانكشن delete room، add delete room. اوكي اوكي، ملهاش علاقة خالص بالرومز، مش محتاجين ده، مش محتاجين ده كمان. اوكي طيب، اولا هتبقى this loading هيبقى true، اعملي لودنج كمان. تمام اوكي، لودنج اول ما نخش هنا بالشكل ده. تمام، وبعدين هيبعت بقى على لينك مختلف ديليت. هنروح نعمل ده في الجروب بتاعتنا. طبعا ممكن اعمله ديليت ريكويست، بس انا بفضل ان انا اعمله جيت ريكويست، ده لان في سيرفرات كتير مش بتدعم الديليت ريكويست، فانا بعمله جيت غالبا. بعد كده احط هنا الروم. طيب اوكي بالشكل. طيب هروح دي كده كوبي، واروح هنا على الكنترول بتاعي بابليك فانكشن ديليت روم. هقول هنا اليوزر برضو ريكوست يوزر بالشكل ده، يوزر اي دي هنا. بصوا انا هعمل حته سكيورتي هنا صغيره. اولا هقول هنا اكونت. طبعا هقول له وير لما يكون الاي دي بيساوي الروم اي دي اللي هو جاي من هنا. و ال ال اليوزر لما يكون اليوزر اي دي هيساوي الاي دي اللي هو جاي اللي انا جايبه من الراجل اللي هو داخل اصلا. لو كده ديليت. لو في حاجه بالشكل كده ديليت، فنقول له هنا بقى اف. هو ده الحته بقى اللي بقول لك عليها اف. ما هو لو لقى هيمسح، لو ما لقاش مش هيعرف يمسح. تمام، فقول هنا اف، هنقول له ريتيرن غلط زي احنا عملنا كده، وريتيرن مش هنجينا في تمام. تمام طيب، احنا محتاجين برضو ان احنا نمرر الاندكس بتاع الاي دي اللي انا فيه عشان همسح الاوبجكت ده. تمام طيب، فانا محتاج ان انا استقبل هنا الروم اي دي، محتاج استقبل الاندكس بتاعي. تمام، الروم اي دي انا هحطه هنا خلاص، عرفنا كده بلس الروم اي دي.
في الريكوست اف ده هنقول هنا اف ان الريسبونس دوت بودي ايكوال ايكوال دون بعد ان هو مسح خلاص امس حاجه تانية. طيب لو هو مسح ايه اللي هيحصل؟ هنقول له هنا this dot rooms dot splice الindex واحد عشان امسح الرو اصلا ده. وبعدين تعالوا نديله رساله عن طريق المسج بوكس بتاعتنا نقول له ان هو تم المسح في has been deleted. Okay. امس بقى هنديله رسالة ايرور بس اهو. هنقول هنا ايرور. You can not delete. الحمد لله this room مش كده. طيب لو ايرور اديله اي حاجه عن طيب على فكرة ايرور ده المفروض يظهر هنا برضه في حياة الرسائل اللي ما عرفتش توصل اول تفتح بالشكل تمام اتأكد برضه ان احنا عاملين كل الايرورات تمام كده احنا ماشيين مظبوط تمام تمام تعال نتأكد بقى ان هو هقدر امسح ولا مش هقدر امسح تعال نشوف تعال نرفرش اهو تعال نعمل هنا انسبكت element اوكي تعال نروح على النتورك ده اللي دي في ايرور هنا حصل لي ايه الايرور؟ مسج بوكس از نوت ديفايند هي تمام هي اتمسحت كل حاجه زي الفل عنب يعني تعال نشوف النتورك حتى النتورك هتلاقيها هنا ترجع لك بضم تمام بس هي في مشكله هنا ان المسج بوكس مش معموله هي طبعا انت المفروض هنا تضم المسج بوكس فوق لازم تضمني هنا برضه شوف نعمل ريفرش تشيك مره ثانيه حاجة غلط ايه اللي غلط؟ انا اول ما اخش بيبقى ترو اول ما بيحمل وخلص تحميل يبقى تعالى نخلي دي قبل تمام وانا بعد ما اخلص تحميل خالص بخلي هنا طبعا هنا فوق هنا نفس الفكرة برضه فورس وهنا برضه نفس الفكرة فورس طب في حالة الأد بس احنا عشان نتأكد ان كل حاجة تمام انا وانا بضيف بعمل لودنج بترو اهو لودنج فورس تمام بس لودنج فورس المفروض قبل المسج فورس المفروض تبقى هنا تمام هو ديليت وهاز بين ديليت تمام مفيش غير الثلاثة هنمسحهم وهاز بين ديليت بقى انت عندك صفر رحنا على الاول رومز هلاقي في روم واحده اللي هي كانت بتاعت اليوزر قلت مش عارف امسحها بقى تمام انما هنا لو دوست اد
1 ادمن اهو تمام اوكي دي هنا الروت الروز نيم كان هنا تعال نشوف كده تمام عشان بس هو بيحمل اللي هي الروم دي اللي ما فيهاش يوزر فهو بيديك الايرور ده تمام احنا كده مفيش اي غلط يعني لو رحت عملت دلوقتي يوزر رقم 3 دخلت هنا يوزر رقم 3 خلي رقم 3 خلي طبعا هنا ده يونيك وده يونيك جو مش هلاقي اي ايرور ان شاء الله تمام مفيش اي ايرور زي ما تشوفوا كده يعني في يوزر اول ماي روم اول رومز تمام كده انا كده شغال معاكم تمام طيب ده كان بالنسبه ان احنا نتحكم في الرومات ونضيف رومات ونعمل الكلام ده كله طيب الدرس اللي جاي نبدا بقى نعمل نشتغل في الشات بوكس ان شاء الله طيب السلام عليكم ورحمه الله